أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا مجاهر جديد ومجاهر رائع بالحقيقة، الأخ غياس من العراق، بغدادي طبعا، خلفية إسلامية. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي غياس. غيث، أهلا وسهلا غيث، أهلا أهلا وسهلا، حقيقة سعيد بوجودي هنا بالبرنامج، طبعا سعيد بوجودي مع حضرتك. طبعا أكيد أهلا وسهلا فيك أخي، وأنا سعيد بصراحة بوجودك معنا. وما بعرف المشكلة، في مشكلة معي من أول ما قلت لي غيث أنا عم بقول لك غياس، وأنا أنا عم صحيح. بصدق يعني بهالمناسبة هي من كلمة غياس. أخي غيث، أكيد ماكو مشكلة، طبعا غيات نفس الشيء. أكيد أكيد. طبعا أخي، مثل ما بتعرف نحن بنبدأ ببطاقة تعريفية، عرفنا هيك بتعريف مختصر عن شخصك، تفضل. طبعا طبعا أول شيء أحب أوجه سلامي للجمهور اللي إذا يشاهدنا، طبعا وسلامي لحضرتك. طبعا أكيد أنا غيث رائد من العراق بغداد، ديانتي السابقة طبعا مسلم شيعي، طبعا من عائلة نصف دينية، يعني الحقيقة يعني مو كلش متعمقين بالدين، بس حقيقة والدي بالأخير إنه صار شوي يعني ديني نوعا ما. أها، طيب طيب غيث، إذا تحكي لنا عن مرحلة الطفولة والأجواء الدينية، كيف تربيت كيف علموك الدين أهلك؟ كيف خلينا نقول شربت الدين بالوسط صحيح. الاجتماعي؟ كيف كنت تتصور الله مثلا؟ كيف كنت شو كان شعورك نحو الدين؟ شو خلينا نقول التصورات اللي كنت تصور وانت طفل مثلا لحتى كبرت لمرحلة ال 14 15؟ تفضل. جان، طبعا هذا السؤال حضرتك من السؤال المهم اللي انه انت لازم توجهه للمضيفين، انه الوسط اللي انت تعيش بيه. طبعا انه اني مولود ببغداد، ومثل ما حضرات المشاهدين يشوفون انه بغداد الحرية طبعا، فالوسط الاجتماعي يعني الوسط وسط ديني مثل ما تقول حضرتك، انه انت اول ما تنولد انه لازم ينفرض عليك الدين الاسلامي، ما تعرف لا شنو الدين الاسلامي ولا شنو باقي الديانات، خلص انه انت ابوك لازم مسلم، انه انت لازم تصير مسلم حتما عليك لازم، يعني انه وهذا طبعا من الكوارث اللي دا تصير. ولكن يعني بفضل يعني بفضل يعني بفضل جماعتي اوجه لهم الشكر، طبعا اكيد اكو فضل من جماعتي انه انا صرت كذا او تحررت من الديانة الموجودة في الوسط الاجتماعي اللي انا عايش بيه. وأظن بفضل العقل، يعني بفضل تفكيرك النقدي هو اللي وصلك لرفض الخرافات هي، يعني أنا متأكد من الموضوع هذا. تفضل أخي، كمل كمل، خذ راحتك والميكروفون معك وأنت. طبعا طبعا جانا، اهم شيء هو العقل، لازم انه انت تفكر انه او انت تستوعب انه السالفه اللي انت عايش بيها انه كلها خرافات، بخرافات بكذب يعني كلها وهم وخيال، يعني ما هذا الشيء ما مخلوق طبعا بالوجود، ماكو هيك شيء، بس يعني فشي مضطر عليك انه انت تنولد بوسط بالوطن العربي، خاصه انه تنولد بالوطن العربي او تنولد ببيئه اسلاميه، خلص حتما عليك انه انت لازم تصير مسلم بعد، ما يعني ما تقدر انه تعترض او انه تسأل ابوك انه بابا طبعا مين اجى الله، اوش حرام لا تحكي حكي يعني ممنوع، او شنو الله مين يجي، الله الخالق القدير العز الجليل، طب فهمني يعني مين اجى، يعني اريد اعرف، اني اريد اعرف كشخصي زين، عقلي يعني بدا يكبر بدا يستوعب زين، يعني فهمني انه هذا الشيء منين اجى، شلون خلق الارض بستة ايام وكيف يعني زين، ماكو هيجي حكي يعني، ف يعني الواحد يبدي يتساءل المفروض يعني هو يعني قبل ما تتساءل، يعني انا متاكد التساؤلات اجت بعدين، بس بالطفوله كيف كنت تشوف شكل الله مثلا؟ لما كانوا يقولوا لك حرام لا تساوي الله أكيد بحطك
بالنار وبغليك بالزيت وبيا الحكي هذا، كيف كنت أكيد. شعورك ناحية أبوك؟ طبعا بالبداية بنشأة الطفولة إنه يعني تشوف أبوك يصلي أو أمك يصلي، لازم إنه أنت راح طبعا راح يقعدون يعني يصير الغسل الدماغي، إنه أنت لازم تصلي لازم تصوم بكذا سنة تنفرض عليك الصلاة. طبعا تنولد بوسط إسلامي طبعا، سواء خوالك أو عمامك أو أجدادك أو يعني العائلة القريبة من عندك. فشفت أنا إنه أكو طبعا من وعيت الدنيا إنه طبعا أكيد أكو شيء اسمه الله أو أنبياء والرسول، والرسول إنه جاء إلى رسالة خاصة إنه يوصلها للمجتمع الإسلامي. أوكي ما يخالف وياهم إنه الله أكبر وصلاته ما أعرف شنو أكيد. حقيقة شفت انه الله يعني بالبداية طبعا من كنت بريء وطفل وهذا، شفت انه الله طبعا غفور رحيم وانه بس تدعي الله ويستجاب دعائك وكذا، يعني البراءة تعرف انه هاي بداية البراءة اكيد حضرتك مريت فيها طبعا. هاي براءة الأطفال، يعني هو يتصور إنه الإله كتير كتير لطيف وحنون، بس يعني التخويف اللي كانوا يخوفوه الأهل، يعني بصراحة أنا واحد من الناس اللي كانوا أهلي يقولوا لي بده يقليك بالزيت وحرام تساوي هيك وحرام وحرام حرام، يعني تعرف قائمة المحرمات يعني. طبعا فشو كل شيء حرام، تفضل. طبعا كل شيء حرام بالبداية. طبعا يقولوا لك انه هذا حرام وهذا حرام بس هم يعلموك بالبداية انه الغسل الدماغي يصير انه اكيد القتل حرام، السرقة حرام، الله حرم كذا، الله محرم كذا. يبدي يوصف لك انه الله يعني يعني يبدي يوصف لك انه الله فتشي يعني ملائكي غفور رحيم، يعني مثل هو ما كتب بالقرآن، يعني مثل طبعا هم مثل ما يقولون انه القرآن انه وصف انه الله غفور رحيم وكذا. فانت تبدي تنجذب تلقائيا انه الى شغلات، يعني انه تقول انه خلص انه هاي الله حرم القتل والله حرم الزنا والله حرم السرقة أو كذا يعني أعقاب. ف يعني تتصور لك إنه الله يعني رفيقك أو صديقك، بس بالحقيقة هو مو هيك، يعني إنه هاي كلها غلط، يعني غلط. أكو في الجزء يعني طبعا أحبه أكد عليه إن حضرات المشاهدين يشوفون. طبعا لازم واحد يعني أكيد يقرأ القرآن، طبعا يقرأ القرآن طبعا يعني أنا مثل ما اقول لحضرات المشاهدين انه انا ما قاري القران كله، بس انا يعني اعرف من القران او اعرف من الايات طبعا اكيد. زين لازم يقرا القران كله ويشوف التفسير او يشوف الايات اللي موجوده به، الايات السب والقتل يعني تعرف انت حضرتك بعد جان اكيد. الجرائم الفظيعة بصراحة، الجرائم الفظيعة يعني بنشوفها. طيب غيث، يعني انت كيف بلشت مرحلة الشك؟ شو الدوافع اللي خلتك تشك من أول لحظة، يعني أول مرحلة الشك؟ يعني انت مرحلة الشك وبلشت بالشك، كيف؟ حكينا من تفاصيل التفاصيل، تفضل. راح احكي لك التفاصيل جان. طبعا انا كوني غيث شاب كنت ما متعمق بالدين، يعني كمرحلة البلوغ، بس يعني من كنت مرحلة يعني تعرف انه مرحلة النشأة اكيد تصير انه بسط ديني وبسط انه يبدي شوي يعني بيعلموك قراءة القرآن أو قراءة أو مشاهدة القصص الأنبياء أو يعني كذا. بس كشاب أو كسن مراهق أو كسن بلوغ ما كنت يعني متعمق دينيا، وأهلي صراحة ما كانوا يعني يجبروني على صلاة أو صوم أو على يعني عائلة يعني مو كلش يعني متعصبة نوعا ما، مو متعصبة، بس والدي هو شوي اللي كان يلح علي بموضوع الصلاة. ايه كان عفوا كان والدي يلح علي بموضوع الصلاة. فبديت انه بمرحلة الاعدادية، مرحلة الاعدادية يعني اللي هي الهاي سكول
انه بديت يعني سالت والدي سؤال فد مره، انه قلت له يعني شنو الفرق انه اذا اجى مسلم او مسيحي طفل استوى انه مولود للدنيا، او اثنيناتهم صار مثلا عندهم فد حاله او ماتوا اثنيناتهم وبعدهم هم صغار، منو اللي يروح للنار ومنو اللي يروح للجنه؟ زين ليش أنا أروح للجنة والطفل المسيحي يروح للنار، أو الطفل اليهودي يروح للنار؟ طبعا هذا الجواب طبعا يعني عفوا السؤال أنا سألته أكثر من مرة لأكثر واحد، ولا لا تسأليك سؤال، وإنه الله غفور رحيم، والأطفال راح يصيرون إنه طيور الجنة وما أعرف إيش. طبعا هذا السؤال ما حصلت إليه إجابة، ما حصلت إليه إجابة إنه ليش أنا الطفل طفل انه انا انولد انه مسلم، وطفل مسيحي يجي للدنيا انه انا اروح للجنة وهو يروح للنار. طبعا هذا احد الاسئلة المهمة اللي سألتها الوالدي. بديت بهاي المرحلة اشك انه في انه عندك انه أسئلة تانية سألتها لوالدك ممكن تذكرها هلا تتذكرها؟ حقيقة اني سألته طبعا السؤال المهم والضروري والحرام بالدين الاسلام، انه بابا الله شلون صار؟ لا حرام، انه انت شلون تسال هيك سؤال، هذا السؤال ممنوع. الله يعني ما تقدر تشوف الله، والله يعني بسابع سماوات، والله دا يشوفك والله يحس بيك والله كذا والله كذا. وزين الله شلون تكون يعني؟ شلون صار يعني؟ منو جابه الله يعني؟ وزين هو وين عايش؟ زين هو شكله شلونه؟ زين هو هل هو ذكر ام هو انثى يعني؟ شكله شلون يعني؟ مثل اشكالنا او شلون؟ زين هو منين اجى وليش صار يعني الله؟ زين هو ليش خلق هاي المجرات والكواكب والاقمار اذا هو خلق بس الكرة الارضية وبس الوطن العربي الاسلامي؟ زين هذا الباقي الفضاء الواسع والديانات الاخرى ليش؟ ليش خلق؟ ليش الله خلق اليهود؟ طبعا هاي احدى الاسئله اللي اني يعني وجهتها حقيقه لوالدي، وحقيقه اكو بعض من اصدقائي، بس ما كنت يعني احصل اجوبه نموذجيه لهذا السؤال، مع العلم انه انا كنت يعني سالفه الاعتقاد الديني انه سالفه يعني انه مخليها سالفه شخصيه، يعني انه كنت اقول انه ماكو داعي يعني انه احكي او اقول انه انا كذا او كذا. غيث، يعني لما سألت هالأسئلة هي وما لقيت أجوبة، شو أثرت فيك؟ كيف كان رد فعلك من جوا؟ يعني بدون ما تقول لحدا، كيف أنت صرت تفكر؟ كيف مجرى تفكيرك صار؟ صحيح. طبعا من سألت هاي الأسئلة وما لقيت أجوبة، طبعا أكو صديق من أصدقائي، طبعا ما أقدر أجي باسمه يعني، أو يعني موجود هو حاليا، طبعا تأثرت بيه، إنه تأثرت بعقليته وتأثرت بفكره. مرات من كنا نسولف أنا أو من كنا نطلع، إنه هو ملحد يعني، حقيقة ملحد يعني قبلي، فكنت اشوف انه تفكيره، او كنت اشوف شلون يحكي، اقول له انت ليش تحكي هيك، او انت شنو اللي يخليك انه انت متاكد انه الله ما موجود؟ طبعا كان يوجهني انه شوف كذا، باوع كذا، شاهد كذا، انه لازم تفكر لا يكون عقلك انه ضيق، لا يكون عقلك انه ضيق الرؤيه، انه انت خلاص لازم، انه خلاص انه لازم الله موجود وخلاص لازم تتبعه، لا لازم ابحث، لازم اشوف، لازم اسوي. ماكو شيء اسمه حرام، ماكو شيء اسمه ممنوع، ماكو شيء، انه انت خلاص انت موجود بالوجود، لازم انه تشوف يعني تبحث انه انت مين يجي الله، شنو يعني الله، شلون انخلق، شلون خلقك انه انت الله يعني. فحقيقة اني تأثرت بي اني، وقمت انه اطلع وياه واطب وياه واستفاد منه، خليه يحكي لي مثلا شلون هاي الشغلة صارت، هاي الشغلة ليش هيجي، انه شنو اللي يثبت انه الارض عمرها كذا، زين شنو اللي يخليك انه خلص انه انت اقتنعت الارض عمرها كذا، وانه بالقران موجوده انه 6000 سنه او ما اعرف ايش قد، او هي بالحقيقه 4.5 ما اعرف مليون سنه، او
ما اعرف ايش قد، ليش انه هذا العدد موجود او هذا العدد موجود؟ 4.5 مليار، يعني تقريبا مليار صار. 5 مليار. ليش الديناصورات ما موجوده بالقران؟ مع العلم انه الديناصورات اذا يعني اذا انحطها بالاحتمال انه هي موجوده او حكمت الارض 60 مليون سنه. 60 مليون سنه ليست بمده قليله. بس هون في ملحوظة، هي ان الديناصورات من بدايتهم لنهايتهم 220 مليون سنة، بس انقرضوا بحوالي من 63 مليون سنة تقريبا. 63 مليون، يعني 220 سنة طبعا، هاي مدة يعني أكثر من 60 مليون سنة، وهي أصلا ما مذكورة بالقرآن، ولا مذكور لك إنه الديناصور كذا أو كذا. والأوجه طبعا من المشاهدين طبعا سواء كانوا مسلمين أو ملحدين، ولكن من المسلمين اللي ينكر إنه وجود الديناصورات، أحب أقول له إنه أكو متحف ببكين بالصين، وأكو متحف بواشنطن، وأكو متحف بفرنسا، اللي يحب يشوف المتحجرات والكذا سوالف، بخاف انه يعني انه عباره احنا بدنا نجيب وهم او كذا. فمن هاي اللحظه حقيقه اخ جان بدأت الشكوك، وبدا البحث، وبدا التفسير، وخصوصا كنت اعاني من سالفه انه اصدقائي المقربين كانوا ما يخلوني ابدي، يعني ما يخلوني يعني ما يخلوني ابحث، او ما يخلوني خلاص. غيث شنو تبحث؟ انه الرسول الاعظم، الرسول اللي هو ما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ليش تبحث؟ خلص الرسول موجود، انه انت لازم تتبعه. طيب خليني ابحث، خليني اسوي، اريد ابحث، اريد اسوي. لا غيث حرام، ممكن تخسرنا، ممكن كذا. طيب ليش اخسركم؟ حقيقة يعني هواي سوالف تصير. للأسف الشديد، يعني المشكلة إنه في صدام بيصير بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن يعني ياخذها يعني مسلمات ما ممكن النقاش فيها أصلا، فلهذا السبب هذا يعني كتير سهل عندهم يخسروا الصديق والأخ والابن والأخت والأب، حتى ما في مشكلة عندهم في سبيل الإيمان في سبيل الوهم، للأسف الشديد. طيب غياث، أكيد. انت كيف وصلت لمرحلة الإلحاد؟ انت شكيت وبدأت تبحث، كيف وصلت لمرحلة القناعة بالإلحاد انه اوكي اليوم هذا الله كله خرافة والديانات خرافة؟ حقيقة مراحل الإلحاد طبعا هي أنا كشخصيا أو أوصفها بمرحلتين، إنه المرحلة الدينية والمرحلة العلمية. طبعا المرحلة العلمية إنه تختلف عن الدينية. أول شيء نبدأ بالمرحلة الدينية، إنه طبعا نجي من ناحية القرآن. طبعا من ناحية القرآن، يعني من عفوا من نجي من ناحية القرآن، انه نشوف الايات ونشوف السب والشتم، او يعني كذا ايه، او وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر، ولا ما حرم، ولا يدون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون بدين الحق حتى يعطوا الجزيه وهم صاغرون، او كذا ايه. طبعا انا مو قوي كلش بالقران، ف شنو يعني هاي الآية إنه وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم، وشنو إنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أو ولكم دينكم ولي ديني. طيب أرسلك على بر يا محمد، يعني إنه أنت ساعة من تجيب إنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولكم دينكم ولي ديني، وساعة إنه إذا ما تأتون الجزية أو هاي، وأتيناكم بالذبح وما أعرف شنو. حقيقة من الأسباب الموجودة، طبعا أعتذر من حضرات المشاهدين، أنا مو كلش قوي بالقرآن، يعني مو هقد أفسره، أو مو هقد حافظه، بس إن شاء الله بالأيام القادمة طبعا راح أقرأ القرآن، وراح أتابع التفسيرات. طبعا كلش إلي يعني دافع إنه أقرأ القرآن وأحفظه يعني على أوجه صورة، طبعا التفسير مات الحقيقي. فهاي احدى الاشياء اللي دا يفعلها داعش بسوريا والعراق، طبعا الجزية والسبايا والقتل، هاي كل اللي كان يفعلها الرسول. طيب غيث، يعني
في شغلة مثلا، هلا مثلا قصة بني قريظة، يعني لما ذبح كل العشيرة ذبح كل بني قريظة. بالضبط، شو أثرت فيك؟ يعني أنت هيك قصص مثلا، قصة تزوج طفلة وقصة تزوج طفلة، تزوج طفلة يعني هو عمره عمره 59 سنة أو ما أعرف 60 سنة، وتزوج عمره طفلة عمرها 9 سنين كان عمره ودخل 53. شنو يعني ما أعرف، إنه أتمنى أشوفه هسه قدامي وأحكي وياه بخصوص هالموضوع. يعني أنت إيش حسيت من شنو كان إحساسك من أنت دخلت على طفلة عمرها 9 سنين وأنت عمرك 60 59 سنة؟ يعني فرق 50 سنة. شنو انت يعني انا حقيقة الدين الاسلامي هو اصلا الدين الاسلامي يحرض على الكره ضد المرأة، ويحرض على طبعا يحرض انه المرأة كذا والمرأة كذا والرجل احسن منها بمرتين او ما اعرف شلون يحكيها، من طبعا من ناحية القرآن اللي يوصفها أن المرأة كذا والمرأة عورة والمرأة جاهلة وأنه لا لازم تخفي وجهها وما أعرف شنو. إيش عمي إيش دا تحكي أنت؟ يعني شنو هاي السياسة اللي أنت جاي تتبعها؟ زين شنو السياسة اللي أنت جاي تتبعها؟ أنا أتمنى صديق، طبعا شوية أنفتح، أتمنى صديق أنا من أصدقاء المسلمين يجي يحكي لي أنه شلون صارت هاي، يعني ليش سوى هيك؟ يعني انه الرسول والله عندما يكون قوي انه خلص نزل آية انه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وعندما يكون قوي وعنده جيش لا والله وجئناكم بالذبح، طبعا اكو هيك آية وجئناكم بالذبح يا اهالي قريش ما اعرف بمكة، يعني ده يتبع سياسة يعني حقيقة ما اعرف شو اسميها لهاي السياسة. زين و فهي يعني شغلات عفوا السياسة يعني بصراحة الجانب سياسة اللئيم، يعني سياسة اللؤم، يعني تمسكن لحتى تتمكن، يعني سياسة طبعا هاي السياسه ما حد بتبعها لحد الان، يعني هاي السياسه كلش يعني مال واحد شنو وصفه يعني مال ثعلب، سياسه مال ثعلب يعني انه ماكر، يعني انه يستخدم سياسه من عندما يكون قوي لا يستخدم سياسه السب والشتم، وعندما يكون ضعيف لا يستخدم سياسه إنه الدين الإسلامي دين الرحمة ودين الشفقة ودين وأن الله غفور عفوا وأن الله غفور رحيم. زين طيب غيث، انت فكرت يعني بينك وبين نفسك انه تلتجئ لديانات تانية، تعتنق ديانات تانية، تفكر بشكل ديني بس بشكل غير اسلامي؟ يعني مثلا في كتير شباب او ناس طبعا يعني بيبدأوا بمذهب، يعني مثلا انت الشيعي غيرت لمذهب السني، في سنة بيغير لمذهب الشيعي، عسى ولعل يكون مثلا المذهب الثاني يكون صح. يعني حقيقة طبعا أنا قلت لك من البداية أخ جان إنه أنا من عائلة شيعية، وطبعا الشيعيين يكونون شوية متعصبين، والشيعيين إنه لديهم كذا فروع، السيستاني والخوئي واليماني والما أعرف إيش هاي السوالف اللي يتبعوها بديانتهم، إنه خلص لازم تتبع فلان ما خلص لازم تتبع فلان، او بشهر رمضان انه خلاص لازم امشي على فلان انه قرر اليوم رمضان خلص اليوم رمضان، حتى وان شفت الهلال واليوم مو رمضان خلص اليوم مو رمضان. ف يعني حقيقة انه الشيعة اساس المشاكل بهاي المنظومة الاسلامية الفاسدة، المنظومة على اخ محمد حرقان طبعا اوجه له تحية هنا وانا متابعة طبعا، انه يقول المنظومه الاسلاميه الاخلاقيه فاسده، هي بحد ذاتها فاسده، انه يعني الشيعه تتبع كذا مذهب ولازم تتوضا كذا وتصلي كذا وما اعرف ايش. فقمت اشوف هاي السوالف اللي قدامي طبعا يعني انفر من عندها، انفر من الدين الاسلامي، بدل ما يحببوني بالدين الاسلامي انه الله غفور رحيم، واكو ايات طبعا طبعا احنا من نحكي بالقرآن طبعا
اكو ايات يعني سهله التفسير، انه يعني تخليك تنحط بالدين الاسلامي. طبعا بعض ايات داتي، واكو ايات لا، انه وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر، وتبت يدا ابي لهب. ايش عمي، ايش تبت يدا ابي لهب؟ انت الله تسب عبد، يعني ليش خلقته اصلا من اساسه يعني؟ فما فكرت انه اعتنق ديانة اخرى، لانه صراحة نفرت من النفاق والكذب والاسلام بحد ذاته، نفرت من عنده، خصوصا من بديت ابحث بالشغلات العلمية، اللي طبعا اعرف شغلات قليلة من الشغلات العلمية، يعني مو عقلي مو يعني كلش يعني متنور، بس انا على الطريق، يعني انه انا متحرر من الدين الاسلامي وجاي ادور على الشيء الصحيح، يعني ادور انه الشيء الصحيح الموجود يعني علميا والمثبت مختبريا، الدين الاسلامي يعني ما فد يوم انه طلع علاج، مثلا علاج سرطان او علاج سكري او علاج ضغط. خلص القرآن، انه خلص القرآن هو المصدر الوحيد اللي موجود بالدنيا، والباقي غلط، الكيمياء غلط، الفيزياء غلط، الرياضيات، الاحياء غلط، انه خلص لازم تمشي على القرآن. زين، بصراحة يعني الإسلام طالع اللي رفع الضغط، يعني هو بيعطيك عشان يرفع لك ضغطك. أنا بس بدي أنوه لأصدقائنا إنه أنا بعد شوي راح أفتح السكايب، وبتمنى يا شباب مداخلاتكم وتعليقاتكم حتى نغني الحلقة. طيب أخي غيث، يعني الأشياء العلمية اللي الأشياء البسيطة العلمية اللي أنت مثلاً شغلت لك مخك، خلينا نقول شغلت لك فكرك، شو الأشياء العلمية اللي بدأت تبحث فيها أنت وصرت تقتنع فيها مثلا، أو هالأشياء هي؟ تفضل. طبعا اخ جان، هذا من السؤال المهم. طبعا ايش قد ما احنا نبحث في الشغلات العلميه، فهذا شيء لا متناهي، يعني هو موجود. ايش قد ما تريد تبحث، انه انت تبحث وتسوي او تقرا، حقيقه اكو هوايه كتب وهواي شغلات، بس يعني انا افضل اشوف الافلام الوثائقيه اكثر من الكتب، لان يعني تعرف ان الوقت، ف يعني مو انا كلش قوي يعني او التفسير الصحيح بالنسبه للشغلات العلميه، ولكن اعرف بعض التفسيرات العلميه. انه اول شيء طبعا، انه اول شغله، انه المسلمين لحد سنه 2016 يذكرون انه الشمس تدور حول الارض، وهذا طبعا غلط. انه اول شيء طبعا هي الارض تدور حول الشمس، ويصير الفصول الأربعة، يعني هاي السوالف اللي موجودة بالقرآن، إنه اللي تناقض العلم طبعا أكيد. والشغلة الثانية طبعا، إنه عمر الأرض، يعني إنه من تريد تشوفها، أو يعني تريد تقيس عمر الأرض، إنه الأرض عمرها كذا، أو بالقرآن موجودة إن عمرها مثلا 6000 سنة، أو إن الله خلق الأرض بستة أيام. طيب الله خلق الأرض بستة أيام، ليش خلق المجموعة الشمسية؟ طيب ليش خلق المجرات الأخرى؟ طيب ليش خلقنا بس إحنا بالوطن العربي، إنه إحنا الإسلام؟ ليش الفتوحات صارت من الإسلام من الجنوب للشمال؟ ليش ما صارت مثلا بأمريكا الجنوبية؟ ليش ما صارت بشمال أوروبا؟ أو ليش ما صارت باليابان؟ أو ليش يعني الفتوحات صارت بس بالسعودية؟ يعني انه خلص، انه انتو شخص اجى من الصحراء وسوى قوانين وهاي الشغلات، انه خلص هاي، يعني انه انتو رضيتوا بهالعقلية وعفتوا كل الكيمياء والفيزياء والاحياء اللي تثبت انه طيب يا اخي، انه عمر الارض، انه تقريبا انا قلت لك انه 4.5 مليار سنة. طبعا هاي بالنسبة اللي يقول لي شلون عرفت انه انت الارض كذا او كذا، طبعا هذا السؤال هم وجهته لصديقي، تقدر تعرفها من خلال نظير الكربون طبعا، انه اذا تريد تبحث عليها بهاي السوالف. والديناصورات ابسط شيء، يعني انه الديناصورات ليش ما مذكورة بالقرآن؟ يعني اللي هي حكمت الارض، مثل ما
حضرتك تفضلت انه حكمت 220 سنه، وانا كان ظني انه 60 مليون سنه. ليش ما ذكرها بالقران؟ طيب عوقك من هاي الديناصورات، انه انا من اجلس يعني قدام، من اجلس وصديقي مسلم، انه خلص انه الرسول بليله الاسراء والمعراج انه طلع بالبغل او بالحصان، طلع سافر للسماء يعني شدت تفكر يعني عقلك وين صاير؟ حقيقة جان انه لازم اول شيء في البداية انه تتحرر من العبودية، تتحرر من السيطرة اللي براسك، انه تتحرر من السيطرة اللي انه اللي سيطر عليك، انه تقول لك انه الله موجود ولازم اكو شخص بالسماء انه يشاهدك، او انه اذا ما تعبده راح يحرقك او راح يصلبك او راح يعاقبك ولازم تتبعه ولازم تسوي. وهذا السؤال طبعا بالنسبة للديانات المسيحية للمسيح، انه اذا ما تتبعني او ما تحبني او ما ادري سوف اصلبك اصلبك صحيح صحيح. يعني بصراحة الإله عجيب، يعني بيقول لك لازم تحبني إن كان مسيحي ولا مسلم، ولا يعني إذا ما حبيتني بدي أحرقك. يعني شو هالمحبة الفرنسية؟ اسويك واعذبك طيب يا عم ليش تعذبني؟ ليش خلقتني اصلا؟ يعني شنو الغرض من خلقتني؟ تتونس بيا تلعب بيا يعني؟ انه انا شنو يعني ليش شمس هيك خلقتني شمس اصلا؟ لا يا بصراحة. طيب غيث، انت حاول شي تجهر الحادك قدام اصدقائك، قدام اهلك مثلا، قدام ناسك، معارفك، تفضل. حقيقة انه انا عانيت من هذا الموضوع. اول شيء بالنسبة كونك كمواطن عربي بدول عربية، هذا الشيء انه تنساه تماما، انه انت تجهر الحادك، لان هذا بالنسبة للدين الاسلامي انه يعتبر بحكم الردة، وحكم الردة انه بالدين الاسلامي هي القتل. فانه كحفاظا على حياتك انه انت يعني لازم تبقى ساكت وتبقى صامت، وانه ما تجاهر بالحادك بالوطن العربي، خصوصا انه اكو في دول يعني صعب انه صعب تمارس بيها حقوقك كإنسان، يعني حشاك او حشا السامعين انه يعتبروك كحيوان بالسعودية او بالبحرين او قطر، يعتبروك كحيوان، خصوصا كان يعني خصوصا للمرأة يعتبروها كحيوان. فمن الصعب انه تجاهر بالإلحاد او انه تطرح الفكرة على جماعتك المقربين. طبعا أغلبية جماعتك من يسمعون إنه أنت توجهت لفكرة الإلحاد، شنو فكرة الإلحاد؟ شنو أنت تسوي تصير ملحد؟ هذا التفكير غلط، هذا التفكير تفكير الكفار، تفكير أوروبا، تفكير كذا. وطبعا أريد أكفت سالفة، طبعا أنا يعني كلش متضايق من عدها، انه اللي دا يجوني في اوروبا حاليا انه يسوي مجموعه اسلاميه او عفوا يسوي حزب اسلامي، انه خلاص تعال انه ننشر الدين الاسلامي، عفوا ننشر الدين الاسلامي. طبعا مثل بالسويد تلقى بمالمو، بمدينه مالمو، انه اكو مساجد يسوون احزاب دينيه ونشر الدعوه الاسلاميه. طب انت ليش جيت للسويد، او ليش رحت لبريطانيا؟ خصوصا انا اذا اشوف بريطانيا وما اعرف اني الحكومه البريطانيه شلون مستحمله المتطرفين هناك بالاسلام. طبعا شفت فيديو انه احد المشايخ يتمشى بشوارع لندن وياكل من اكلهم ويشرب من شربهم، والدوله تصرف عليه ويقول لهم انه ان شاء الله ننشر الدعوه الاسلاميه في هذا البلد وما بقى شيء، واحنا والمجتمع الاسلامي راح يسيطر على اوروبا ويسيطر على امريكا. يعني انا حقيقه اتعصب من الموضوع اخ جان، اتعصب من الموضوع. يعني الحكومه البريطانيه او الحكومه السويديه او باقي الدول شلون يعني مستحمل التطرف اللي دا يصير ببلدانها؟ يعني معقوله من حقوق الانسان او من كذا، يعني من كذا قوانين يعني دي تتجنب هذه الظواهر يعني؟ طيب أخي غيث، في عنا اتصال من جون الفلسطيني، تفضل جون. جون
يظهر جون ما عم يسمعنا للأسف الشديد، يعني أنا راح أحاول أتصل فيه أو يتصل فينا إذا عم يسمعني. عفوا، ممكن تعيد سؤالك؟ لا لا، أنا في اتصال من الأخ جون الفلسطيني، بس هو يظهر ما عم يسمعنا يعني. تفضل جون. سامعني؟ سامعك، تفضل. اوكي. مساء الخير ولعلك يا اخي جان وللاخ الضيف. بشكرك على البرنامج الرائع زي كل مره. تسلم احد تسلم. شاب اسمه، لو سمحت لي، يعني اسمه ظلام دامس. اها ممكن احكي الموضوع وحيستغرق دقيقتين يعني. تفضل تفضل. اوكي. سلام دامس، بلادنا الحبيبة، لماذا أصبحت هكذا؟ كل شيء فيك أسود كالغيوم الداكنة أو كظلام الليل الأسود. أعلام داعش سوداء كاحلة، ولباس النساء جلابيب ومناديل سوداء، وزخون الشيوخ سوداء، وكعبة سوداء، وحجر أسود، وقرآن أسود من الفحم المشتعل، وأزهر وتعاليم وفتاويه الظلامية والوحشية والسوداء. إلى متى سيستمر ظلام الإسلام الدامس يعمي عيوننا وقلوبنا عن الطريق المستنير؟ هل كتب علينا أن نعيش في كهوف وأنفاق الظلام إلى أبد الآبدين؟ كم سيستغرق ظلام الإسلام؟ سنة أم سنتين أم عشرات ومئات السنين؟ كلنا نعرف أن النور موجود فقط في ظل الأنظمة الديمقراطية التي تحترم الحريات وحقوق الإنسان، والتي فصلت الدين عن الدولة وألقت الدين في القمامة منذ مئات السنين. هل المسلمون عجز وعميان ولا يستطيعون السير في الطريق المستنير وحدهم، ويحتاجون من يقود للخروج من الكهف والنفق المظلم؟ فإذا كان الأمر كذلك فنحن الملحدون لها، فلنا عيون ترى ماء بالماء، ونستطيع يا مسلمين أن نخرجكم من الكهف والنفق المظلم إلى نور الشمس الساطع والمشرق. ولكن احذروا يا مسلمين، فالخروج من الكهف والنفق المظلم ليس سهلا كما تتصورون، فهناك وحوش إسلامية كاسرة تنتظركم في الكهف والنفق المظلم، سوف تحاول تدميركم وقتلكم وذبحكم، وسوف تحاول جاهدة منعكم وإبقاءكم في الكهف والنفق المظلم. فأمسكوا بيد الملحدين جيدا، فالملحدون الشجعان والأبطال هم الذين يستطيعون التغلب على الوحوش الإسلامية وقتلهم وقيادتكم وإخراجكم من الكهف والنفق المظلم إلى النور الشمس الساطع والمشرق. وأخيرا سؤال شريف إلى كل المسلمين، هل أنتم مستعدون للمسك بأيدي الملحدين لإخراجكم من النفق المظلم؟ وشكرا لكم. شكرا كثير أخي جون، يعني بصراحة خليك معنا، بس يعني بالنسبة لي ما أظن يعني المسلم بوقت يكون مؤمن بصراحة، هو يعني العلم هو اللي راح يسحب كل الناس من 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 هالكهف هذا، من الظلام الدامس هذا. بس خلينا ناخذ رأي الأخ غيث. تفضل أخي غيث. طبعا اول شيء اوجه تحيه للاخ اللي دخل مداخله، اللي سوى مداخله طبعا، وشكرا على التعليق اللي سواه في الفيديو حقيقه. اوصي شبابنا انه يتحرر من الظلام اللي موجود بيه، ويقتدي بالعلم وليس فقط بالقران. انه القران انه خلص، انه القران نزل من الله كما تدعي، انه خلص انه لازم امشي عليه. لا لا لا، تفضل. اظن طبعا الصوت كان عم، طبعا لازم طبعا الاتصال تقريبا ضعيف شوية. لازم يقتدي بالعلم، او يحاول يبحث انه شلون الانسان صار، وكيف صارت نشأة الارض، او هو شلون صار يعني، او الشغلات اللي بجسمه، او الحديد، او النيتروجين، او الحامض النووي اللي بالسائل المنوي مالته، او كل الشغلات العلمية الموجودة، الكالسيوم اللي بأسنانك اللي موجود، انه شلون صارت هاي الاعجازات، منين اجت؟ هل معقول انه هي من القران، انه الله خلقك انه بيك حديد؟ او طيب ليش انه
طيب ليش انه انت اذا حللت جسمك حللت الحامض النووي مالتك بنبته او بنبته بالشارع، ليش انه 99% من الحامض النووي مالتك مشابه للشجره اللي موجوده بالشارع؟ طيب ممكن تفسر لي هاي الحاله يا اخي المسلم؟ طبعا ليش انه هيك صارت؟ او عندما أو هناك آية موجودة بآية الطارق انه خلق الإنسان من الماء الدافق، او الماء الدافق اللي يفسر الطبري او ابن تيمية، انه يقول انه الماء الدافق اللي هو يتكون بين الضلعين او اسفل الظهر، او طبعا هو هذا المقصود به الماء الدافق انه هو السائل المنوي الذي يتكون به الإنسان، النطفة. النطفة فإنه حسب العلم والأحياء اللي تقول إنه النطفة تتكون بالخصيتين، بالخصيتين يعني. للأسف يا أخي، يعني هو ما في مقارنة، ما ممكن، يعني ما ممكن، يعني شيء، يعني اللي يتبجحوا إنه القرآن كتاب علوم، يعني شفنا العلوم اللي فيه شيء حكي فاضي، يعني منظور الإنسان من 1400 سنة لما حوله، يعني بما يشوف بعينه ويقيس، يعني هي ولا بدك نقعد نحللها علميا؟ يعني مسخرة بتصير، يعني ما في أصلا، ما في عالم ممكن يقبل إنه يجي يسوي هالحكي الفاضي هذا، مثلا إشخاخ فيه، إشخاخ الجبل فيه طبعا مثلا. يعني اريد من احد الاخوه اذا اكون احد الاخوه المسلمين طبعا اوجه لهم فد سؤال اذا يكونوا متابعين لهاي اللحظه، انه اريد فد اعجاز علمي انه موجود بالقران، او فد نظريه موجوده، او فد او فد 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 شيء مثبت علميا انه موجود بالقران وموجود موجود يعني بحياتنا اليوميه. طبعا اكو فد شغله اريد اوجهها الصديق المسلم، انه يعطيك الحجه، انه يعطيك الحجه بنفس الحجه. طبعا هاي احدى من المغالطات المنطقيه اللي موجوده، انه ياتيك بالحجه بنفس المصدر، يعني انه اثبت لي انه القران شلون اجى من الله، يعطيك ايه من القران. طيب انا دا اقول لك انه القران شلون اجى او شلون صار، انت تقول لي انه الله سوى القران، انطيني فد اثبات علمي انه موجود، انه فد اثبات علمي انه القران انه موجود من الله، او اعطيني فد اثبات علمي او فد اعجاز علمي انه موجود. يا أخي، هو ما بدنا إثباتات علمية ولا شيء، نحن بدنا الأخطاء الإملائية الموجودة بالقرآن، التعفيسات يعني المتناقضة بالكلمات، باللفظ، بهالمسائل هي، خلينا القراءات، 50,000 مصحف كل واحد بيقرأ على كيفه، يعني ما عدا شيء، خلينا عيف المسائل العلمية، لأنه أصلاً عيب واحد يبحث فيها بالقرآن. القرآن أصلاً كتاب واحد متوحش ببارك عم يحكي، يعني فقط هذا هو. عبارة عن كتاب إرهابي، عبارة عن كتاب إرهابي. وأنا مثل ما قلت لك إنه أصلاً المنظومة الأخلاقية الإسلامية هي فاسدة. ف يعني أنا إنه ليش تصير إنه كإرهابي أو كإنسان، أو أقتل أو أذبح أو كذا، يا أخي صير كإنسان. يعني ليش تؤمن بالخرافات؟ ليش يعني ليش تتسوي هاي الشغلات اللي ما موجودة؟ يعني ليش ما تؤمن بالعلم؟ ليش ما تبحث؟ ليش ما تسوي؟ ليش ما تسأل؟ يا أخي ماكو شيء حرام، ماكو شيء عيب، ما يعني الله ذا خلقني. يعني إذا أنا سألت إنه جيت سألت إنه إنه الله منين إجا والله منين صار، يعني أقول إنه هذا الشغلة عيب يعني أو حرام، يا أخي مدى أفتهم يعني هم شلون هو يفكرون. يعني والله يعني ما أعرف، يعني أنا أفكر بالخزي والعار، يعني أفكر بالخزي إنه كوني أنتمي للعراق أو أنتمي هاي المنظومة الإسلامية الفاسدة. زين للأسف الشديد أخي، للأسف الشديد، يعني بالفعل واحد شيء بيوطي الرأس لما بيقول أنت من فلان منطقة أو فلان ناحية من هالكرة الأرضية. للأسف الشديد تخلف عجيب غريب، يعني غير منطقي. طيب غيث،
برأيك شو أهمية إنه نحن كملحدين نجهر بإلحادنا، نقول علناً نحن ملحدين؟ تفضل. طبعا هذا كنت افكر بهذا بهذا السؤال، او كنت متوقع انه طبعا هذه العمليه راح تستغرق. طبعا اوجه تحيه للملحدين واقول للاخوان الملحدين الموجودين اللي يشاهدونا، واقول لهم انه طبعا هاي الاجهار بالالحاد راح يسبب ثورة، راح يسبب خسائر كثيرة بالأرواح، وراح يسبب حرب كبيرة إنه لازم إحنا نخوضها، يلا نقضي على الخرافات أو الدين الإسلامي الموجود بالشرق الأوسط. وأنا مثل ما قلت لحضرتك إنه كونك عربي وكونك إنه تعيش في بلد إسلامي، من الصعب جدا إنه تجهر إلحادك، صعب جدا. التهديدات وسب وشتم يا أخي ما تسلم، ما تسلم، من المستحيل تسلم انه اذا تجهر الحادك. وكونك انه كونك انسان تعيش في مجتمع اسلامي خصوصا في الشرق الاوسط، ما تسلم. يعني سواء كان يعني كثيرا حاليا كثيرا من الاحزاب اللي موجوده بالعراق او بسوريا او بمصر او بالسعوديه، كثيرا من الاحزاب الموجوده، يعني ماكو داعي يمكن نجيب اسمائها، كثير من الأحزاب الإرهابية اللي موجودة. زين، و يعني ما أعرف شو أقول، شو أحكي بخصوص هذا الموضوع، بس ما أطول هسه موجود إنه موقع التواصل الاجتماعي حقيقة، وبدون رقابة، وبدون طبعا رقابة من الأخوة المجاهدين أو الأخوة المتخلفين عقليا، إنه ما طول موجود انه موقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك او سكايبي او تيليجرام، يعني نقدر نتواصل بيناتنا. واحنا لازم نشوف حل لهذا الموضوع، لازم يصير في ثورة، لازم، لانه هذا الامر يعني اذا يبقى هيك ما راح، يعني خصوصا اذا نريد نخوضه بالوطن العربي صعب، اذا ما تكون ثورة واذا ما يكون حرب وخسارة بالارواح صعب، يعني صعب، صعب نجهره بالوطن العربي. أكيد أخي غيث، في عندي تعليق من الأخ أحمد الجوبي، بيقول بالنسبة للسؤال الذي طرحه، بالنسبة للسؤال الذي سأله الأخ غيث عن ديناصورات للإخوة المسلمين، أنا سأجيبه. معظم الكتب تقول أنه قبل الإنسان كان هناك الناس، وهو نوع من الجن قبل الإنسان، وقد أفسدوا في الأرض، وذلك جوابا للآية التي سأل بها الملائكة الله اتخلق من من يفسد خلق من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك، وكان جوابه إني أعلم ما لا تعلمون، إنه خلق آدم بعدهم كان كتب التفاسير، كل ما تذكره قبل آدم هو النسناس، حتى من قرون متأخرة لم يكن ذكر الديناصورات ولا غيرها. بالضبط، يعني بالضبط. في تعليق ثاني من الأخ أحمد بيقول المصيبة أنه من المصيبة من المصيبة أظن أن سبب القراءات المتعددة للقرآن أن القرآن بلا أصل، بالأصل غير مرقم، أي أقصد غير منقط، وتم تنقيطه بعد فترة زمنية طويلة من 50 سنة فما فوق على الأقل في زمن عم محمد علي، لا ابن عم محمد، ابن عم محمد علي، لكن علي الأغلب أبعد من ذلك، يعني هو على الأغلب أبعد من، ولكن على الأغلب أبعد من ذلك، يعني هو بلش أظن بعدين التنقيط على أيام عثمان وعلي، وهل ترهات، يعني هل ما بكفينا مصايب بدون تنقيط، نقطونا يا وخربطونا يا، هسه المصايب كبرت أكثر للأسف الشديد. شو تعليقك على تنقيط القرآن غيث؟ عفوا، شوية الإشارة ضعيفة. هو الأخ أحمد عم بيقول إنه القرآن كان غير منقط، يعني بعدين إجا على زمان الخلفاء الفاسدين، يعني اللي بسموه الراشدين، نقطوه وحطوا له بلاوي زيادة، يعني بالأخطاء. طبعا أكيد حطوا له بلاوي زيادة.
بالضبط. شو رأيك مسألة إنه ما كان منقط ونقطوه، يعني شو تفرق برأيك؟ تفضل. والله حقيقة القرآن كشكل، يعني انه انا طبعا انا حقيقة هسه بهاي المرحلة اللي دا اعتبر بهاي الفترة اللي دا امر بيها، انه انا دا ادرس القرآن طبعا، انه اكو برنامج طبعا كلش اتمنى من الحضرات المشاهدين انه يباعوه، انه برنامج اسمه سؤال جريء للاخ رشاد، او رشيد، عفوا نسيت رشيد للاخ رشيد، طبعا اوجه له تحية. أنا طبعا هذا البرنامج كلش مهم، إنه تفسر القرآن، وطبعا هم حافظ كم آية من التناقضات اللي موجودة بالقرآن، وحاليا أنا إنه يعني أنا كنت أفضل إنه أشو يعني أجهر بإلحادي، أو أعطي نفسي معلومات من الناحية العلمية وليست من الناحية الدينية. طبعا أفضل الناحية العلمية لأن تكون سهلة الاستقبال وأنا أشجعك صراحة، وأنت غلس أنا دارس. أشجعك، يعني القرآن لا تفتحه شيله كبه بزبالة، لا تفتحه ولا لك علاقة فيه، أنت روح على المواضيع العلمية هي اللي بتهم الشباب أكثر شيء، وما بدنا طبعا الشبهات أكو كثير من القنوات، وكثير من العلماء، مثل يعني أكو كثير من العلماء مثل عالم الأحياء ريتشارد دوكنز، أو عالم الأعصاب الدكتور سام هاريس مثلا، العالم العلماء البريطانيين، أو كثير من العلماء، يعني تقدر إنه تشوف تفسيراتهم أو يعطوك الناحية العلمية بدون ما يعني بدون ما تدوخ، أو بدون ما توجع راسك بتفسير أو كذا، أو تصير مداخلات على الهواء طبعا، إنه تفسير إنه خلص، إنه ويعطيك التفسير الموجود باللغة العربية الفصحى اللي انت حضرتك تتبعها، يعني حضرة المشاهد اللي يتبعها طبعا. فحقيقة انا هالايام اتمنى انه اخلص، بس طبعا البرنامج كلش طويل، واقل حلقة به ساعة ونص تقريبا، ف يعني حقيقة جاي باعا وكلش استفاد من البرنامج، وصير بيه مداخلات على الهواء، وصير بيه تعليقات، بس طبعا شوية صعب، لازم تكون انه انت لازم تدرسه يعني اول شيء، او تقرا القران، وتشوف التفاسير مثلا تفسير البخاري، او تفسير ابن تيميه. طيب أنا أظن الأخ غيث فصل يعني معنا، بتمنى من أصدقائنا إنه يشاركونا، يتصلوا فينا يعني على سكايب. على فكرة بكرة أنا راح أسوي حلقة مخصوص لأصدقائنا المشاهدين، إلكم خاص، وأنا بتمنى بكرة تجهزوا حالكم تشاركونا، يعني كل أصدقائنا يشاركونا بالحلقة، وممكن يعني راح أحكي فيها قصة الحادي. وطبعا رجع لنا الأخ غيث، تفضل أخ غيث. طبعا آسف الشبكة شوية ضعيفة هنا، والإنترنت شوية مو زين، طيب غيث، خليني نروح على سؤال ثاني. أوجه. في برأيك يعني كيف لازم نتعاون نحن كملحدين حتى نوصل صوتنا للناس؟ يعني شو بنقدر نساوي؟ تفضل. طبعا أكو فد نقطة احنا اكتسبناها طبعا، إنه مو يعني مو مثل ما كنا مثل قبل، انه صعب انه تتواصل، او صعب انه تحكي بسبب اكو يعني كثير من العيون وكثير من الاذان اللي موجوده حواليك، خاصه كونك في بلد عربي. فحاليا حتى وكانك في بلد عربي يعني تقدر تتواصل اجتماعيا طبعا، بفضل الكافر مارك اللي اخترع لنا الفيس، اليهودي الكافر اللي راح يروح الجهنم وبئس المصير، انه لازم راح نتواصل بالسوشيال ميديا، انه الفيسبوك او السكايب او التليجرام، انه نحاول نتواصل ما بيناتنا، او نطرح افكار، او كثير من الملحدين طبعا وعندهم اخطاء، او اكو فد نقاط ما واضحه عندهم طبعا، اكيد كثير من الملحدين طبعا مو ملحدين 100%، او يعني اكيد اكو فد نسبه معينه انه هو ملحد بيها، او يعني اكيد هناك شكوك، او هناك تساؤلات تدور في باله. فاتمنى من الاخوان الملحدين اللي يشاهدونا بهاي الحلقه انه نتعاون بيناتنا، او
او واحد يعطي افكار لله، خصوصا اكو صديقي الليبي، طبعا نسيت اسمه، سايمون او ما اعرف اسمه، وجه له تحية طبعا، وتابعت برنامجه وياك طبعا، الحلقة اللي وياك طبعا، الاخ كلش واضح وصريح ومتكلم حقيقة، فاوجه له تحية. عفوا، يبدو ان الصوت عفوا جان، مدى اسمعك الصوت تقريبا انقطع. كان يظهر الأخ قيس فصل معنا، آسف كثير على هالانقطاع هذا. معنا اتصال من الأخ أحمد، تفضل أخي أحمد. أخي أحمد تسمعنا؟ أعتقد الصوت يمك أخ جان انقطع آه، شوية آسف مزعج. آسف كثير على الصوت، آسف كثير على الصوت، تفضل. بالنسبة أول شيء طبعا اشتقنا للنبي سام وحلقاته. أكيد قريبا قريبا راح يكون معنا النبي سامي، يعني بينورنا بحلقاته وبفكره بصراحة النير والفكر العميق يعني عند الدكتور سامي الديب. أكيد قريبا راح نستضيفه. ليش لا يبحث غير في القرآن أو يبحث في كتابات سامي الديب أو كتب متنورين أفضل؟ أكيد أكيد. بدي أول شيء أنصح بكتاب متوفر لمعروف الرصافي سنة 1933، بس نبذة قصيرة. تفضل. شاعر وأديب عراقي، عضو مجلس مبعوثان عثماني. طبعا الكتاب مؤلف في سنة 33، بس عنوانه كتاب الشخصية المحمدية مفيد لأي باحث أو قارئ يقرأ. كتاب تقريبا مؤلف تعبانين عليه بعشرين سنة، فأنصح غيث ولا أي باحث آخر بقراءته، أولا راح يدمج لك السيرة المحمدية كأنما مكتوب الآن. صحيح صحيح، الكتاب هو قيم صراحة، كتاب كثير قيم. أنا بتشكرك كثير أخي أحمد على المداخلة الحلوة. إذا في عندك أي شيء ثاني أنا تقوله؟ بشكرك كثير أخي. العفو العفو أخي العفو. طبعا أخي غيث، هو الأخ عثمان كنت عم تحكي عليه قبل ما ينقطع الخط والصوت، صديقنا الليبي الأخ عثمان. أنا في عندي اتصال، الأخ إبراهيم، الأخ إبراهيم بس دقيقة لأتصل فيه لأنه هو اتصل وكان في عندي اتصال تاني، فاضطريت لأقطع الخط عشان تكمل الاتصال تاني. نعم، أتمنى يرد علينا الأخ إبراهيم. طيب ماشي، على كل حال هو راح يتصل فينا أكيد، يعني أكيد أكيد. يا ريت تتصل. أود التحية طبعا للأخ عثمان الليبي طبعا، وحييه على عقله المتنور وطريقته بإيصال المعلومة. طبعا شاهدت الفيديو وإناني مع حضرتك وعثمان، طبعا شاب كلش حقيقة متنور وخلوق طبعا، أوجه له تحية.
بس ما سمعت اسم الكتاب اللي ذكره طبعا، لأنه الصوت تقريبا يقطع. هو الرصافي، يعني الكتاب السيرة المحمدية أظن اسمه كان، هو نعم بيحكي عن السيرة المحمدية للرصافي الكاتب، مكتوب بالعشرينات القرن الماضي. نعم أنا بصراحة يعني فكرة الدين أصلاً فكرة خرافية، فكرة انولدت في يعني في وقت كان الإنسان ما عنده وسائل الإجابة عن بالضبط. الأزلية. فأنا ما بشجع، يعني بصراحة أنا ما بشجع إنه نقرأ ونبحث بهالكتب هي، خلونا نبدأ نقرأ عنه شيء بالضبط، ثاني بس شيء انه جديد. كل ما تبحث بهاي الكتب وكل ما تتعمق بهاي الكتب، راح تلقى التاريخ الاسود اللي ليس نحن الملحدين اللي كاتبين، بل هم المسلمين اللي كاتبين. يعني كل ما تتعمق بهاي الكتب صراحة راح تلقى فد اشياء يعني عجيبة غريبة. طبعا بالضبط. انا قلت لك مو كلش يعني اقرا كتب او يعني اتابع المعلومات او كذا، ولكن عندي يعني قليل من المعلومات، ولكن كوني يعني متحرر من فكرة الإسلام. إنه أنا طبعا أهم فكرة إنه أنا كشخصيا أو كغيث كشاب إنه متحرر من فكرة الإسلام أو فكرة أي دين إنه يسيطر بداخلي، أو يقول لي إنه هناك فد شخص في السماء إنه دا يتابعك إيش دا تسوي ما تسوي، أو إنه إذا ما تتبعه راح يحرقك يحرقك بنار جهنم، أو إذا تبعه راح يطب للجنة وراح يعطيك 75 حورية أو كذا. يعني حقيقة هاي كلها أصلاً ما نسميها خرافات، يعني فتشي تافه تافه بالضبط. فتشي تافه. يعني طيب، إذا أعطتني حوريات، طبعاً شو راح تعطي للمرأة؟ شنو دور المرأة بالمجتمع؟ شنو بالدين الإسلامي؟ ليش إنه أنت سابها؟ ليش انه انت ذاكرها بأسوأ الصفات؟ يعني ولا حد يجي يقول لي من اخوان المسلمين يقول لي والجنة تحت اقدام الامهات او ما اعرف كذا، خليه يقرأ ويراجع القرآن. طبعا هو يعني انا بنصح الملحد اليوم، الملحد خلص صار ملحد واكتشف خرافة الديانات، يعني ما في داعي يبحث في الاديان اصلا ويبرك يقلب، يعني عم بيقلب بمزبلة. يعني انا بتمنى اقروا كتب علمية يا اخي، كيف تشكلت الارض، كيف بدأت عوفك من الكتب العلمية يا أخي، عوفك من الكتب العلمية يعني خاف من أخواننا المشاهدين إنه أو المسلمين إنه ما عنده وقت أو كذا. يا أخي خصص لك مثلا من وقتك ساعة، أو مثلا باوع لك شغلة مثلا بها خير على، يعني شغلة كيف نشأت الأرض أو كيف نشأ الإنسان أو يعني كيف نشأت السماء أو من جت المجرات أو إيش راح يصير، ما هي الثقوب السوداء أو ما هي الكذا والكذا. أكو كثير من الشغلات العلمية اللي ما مذكورة أصلاً بالقرآن أو بحديث أو كذا، بالضبط ولا حد بالضبط. من الأخوة المسلمين. وطبعاً هاي نقطة كلش مهمة، إنه يأتيك بالحجة بنفس المصدر. هاي المغالطة المنطقية طبعاً اللي ما أعرف إيش أوصفها لأخويا المسلم. طبعاً شنو إن تجيني بالمغالطة المنطقية، يعني تجيني بنفس المصدر، يعني ما فتشي هذا غير منطقي. طبعا يعني بدك أتمنى تثبت القرآن من عند أتمنى الله توضح هاي بالقرآن النقطة نفسه، فما ما المشاهد. فينا شيء يعني طيب غيث، شو رأيك بمستقبل الملحدين؟ شلون شايف مستقبل الملحدين خلينا نقول بالمنظور القريب، العشر 20 سنة القادمة يعني. طبعا انا برايي خصوصا انه طبعا كوني عايش حاليا بمجتمع اوروبي، طبعا انا جديد على المجتمع الاوروبي مو قديم او كذا، نظرتي بالنسبه لي للالحاد اكو شباب كثير من انه دي يتحررون من فكر العبوديه وفكر الاسلام وفكر تقديس الشخص. وهناك طبعا اكو ناس تعبد اشخاص، ليس لي مو فقط الله. يعني عندنا بالعراق انه اكو اشخاص يعبدون مقتدى، واكو اشخاص يعبدون قيس الخزعلي او كذا، يعني يتبعون بعض الاحزاب او يتبعوهم او يعبدوهم طبعا. وهو يعني ما متحرر من فكرة الدين،
من فكرة الدين الإسلامي، فكرة الإرهاب اللي داخله يا أخي ما يعرف. يعني حقيقة إحنا نعذر بعض المسلمين، يعني ليس كل المسلمين إرهاب، ولكن كل الإرهاب مسلمين طبعا. هاي الفكرة، المعلومة اللي أنا يعني في بالي. فأنا حقيقة أشوف بالنسبة لتاريخ الإلحاد، يعني بالنسبة لمستقبل الإلحاد، يعني أكو كثير من الأشخاص دي يتحررون من نظام العبودية اللي براسهم، خصوصا عندي بعض الأصدقاء الجدد اللي مرات كل ما نفتح حديث بيناتنا طبعا يقول لي إنه أنت شنو اعتقادك أو شنو كذا أو كذا، أو يجيني يقول لي غيث مثلا إنه أنا أريد أصير مثلا، أنا خلاص إنه أنا صرت ملحد، أو خلاص إنه أنا صرت كذا أو كذا. أقول له إي زين، إنه أنت تتحرر من هاي فكرة العبودية اللي براسك، أو تتحرر من السيطرة الدماغية. يعني أكو فد شيء اسمه غسيل دماغ براسه، يعني من هو صغير إنه خلص إنه أكو فد شخص بالسماء إنه يتابعك، وإنه إذا ما اتبع لازم يحطك بجهنم. فبالنسبة للمستقبل الإلحاد، إنه أنا أشوف بعد، خصوصا بعد تاريخ السوشيال ميديا اللي عندنا حاليا، إنه يعني راح يزيد ويزيد. بس قلت لك إنه أستاذ جان، إنه هذا يتطلب ثورة، أو يتطلب حرب، حرب نفسية جدا، ويطلب خسارة من الأرواح، وهناك كثير من التهديد يعني كثير من التهديدات اللي دا يسووها، يعني تهديدات مباشرة تجيك على الفيس، أو ما أعرف، يمكن هسه أنت حضرتك يمكن جايت لك تهديدات، أو راح يغلقوا لك صفحتك، أو ما أعرف يشيلوا لك صورة. يعني ماكو شيء اسمه نقاش يا أخي. طب أنا أتمنى هسه من صديق من أصدقائي المسلم يجيني يدخلني بدين الإسلام، أو يقنعني إنه الله موجود. يعني إنه أنا معلوماتي مو كاملة، يعني ما أقول لك إنه أنا معلوماتي كاملة، وإنه أنا خلص دارس علم أو دارس قرآن أو كذا. أنا هسه حاليا يعني قلت لك إنه موضوع برنامج السؤال الجريء دا أتابعه، وطبعا برنامج كلش مفيد طبعا، وبيه مداخلات على الهواء طبعا، فتقدر تلزم تسجل ورقة وقلم وتتبع آية آية، أو مثل ما أكو برنامج مع الأخ، أوجه له تحية، أحمد حرقان، هم عنده تفسير شامل للقرآن، إنه أكو مداخلات على الهواء، أو أكو يعني تفسير، أو أكو تناقض، أو أكو يعني أكو كثير من الشغلات. صحيح صحيح. وبالنسبة لعبادة الأشخاص، يعني أنت ذكرت إنه في ناس بيعبدوا مقدس الصدر والمخرفين هدول البهاليل. بصراحة هو أكبر صنم، أكبر شخص يعبد هو محمد. يعني المسلمين يعبدون محمد من حيث لا يدرون. فعبادة محمد شيء أساسي بالقرآن، يعني بالإسلام، بالفكر الإسلامي عبادة محمد هي الأساس أصلاً. يعني ماكو احد طيب، في عندي اتصال، بس دقيقة واحدة. أقول تفضل أخي أحمد. طبعا انا اسف مداخلة مرتين، بس ولا يهمك ولا يهمك، أهلا وسهلا فيك أخي أحمد، تفضل. تذكرت قصة عن مقتدى. احد في مرة راجع من المدرسة، احد مقلدين الصدر تكلمت معه، كان بيقول لي قصة إنه هو وأبوه وأخوه، أخوه في مرة يعني صعد التيل تبع مال الكهرباء عندنا بالعراق، يعني لما تفصل مولدة أو شيء فيصعدون عمودي يصلحون الكهرباء. فلما صعد هو وأخوه، أبوه صارت عنده صدمة كهربائية فنزل وضرب أخوه، فاثنينهم يعني توفوا وذهبوا للموت. فبيقول لي هذا الأخ إنه الله خلصني منهم، لأني أنا عملي صالح، وهذا شرير وعقليتي هذا. بسبب صلاتي وصومي وهداي، الله بأنهم يعني عذبوني أو هيك شيء. فعقلية الصدريين أو متبعي الديانة عندنا بالعراق مختلفة، في شخصيات عندهم أمراض نفسية مختلة مختلة طبعا، مختلة حقيقة، كلش مختلة.
تفضل غيث، خليك معنا أحمد، فخليك معنا. تفضل غيث، شو تعليقك؟ تفضل. طبعا احنا بنحكي على هذا الموضوع، موضوع عبادة الشخص. طبعا اوجه تحية للاخ الموجود. طبعا عندنا بالعراق اخ جان، طبعا عبادة الاشخاص مشهورة جدا، يعني كمقتدى الصدر او مقلدين احمد اليماني او ما اعرف مقلدين السيستاني. السيستاني طبعا يمكن ما عنده فيديو واحد او ما حد من متابعين السيستاني يمكن يعرف انه السيستاني اصلا شنو، او اصلا منين، او شنو دارس هو، او هذا الشخص في اليوم مطلع فيديو او عنده فد مصدر اساسي يمشي عليه. فعندنا طبعا عبادة الاشخاص كلش مشهورة بالعراق، سواء انه يتبع مقتدى الصدر، او يتبع قيس الخزعلي، او يتبع كشخصية، او ما اعرف شنو. خصوصا هذا الشخص نفسه اللي يتبع مقتدى الصدر، طبعا يعرف الاخ الموجود هنا على الهواء انه نفس الاخ اللي يتبع آل الصدر او آل الحكيم او الحزب الدعوة، او ما اعرف ايش، ما اعرف كثير من الاحزاب. نفسه اذا تقول له انه اكفر بالله او تتبع احد من الاشخاص، يقول لك خلاص، انه انا ما اريد الله، انه هذا الله ماتي، انه السيد مقتدى انه الله ماتي، او السيد فلان الله ماتي، خلاص يعني انه انا هاي امشي برا. خصوصا هسه احنا دا تصير حاليا مظاهرات ببغداد بسبب تغيير الحكم او تغيير الصنف البرلماني. طبعا يعني دا اشوف تعليقات بالفيس، يعني ما اعرف شو اوصف لك اياها، ما اعرف شنو اقول لك، انه التعليقات الموجوده، حصنتك يا سيدي ويا مولاي، انه يعني شنو حصنتك يا سيدي ومولاي؟ او واحد من تفتح فيديو تقول اللهم صل على محمد، من يشوف مقتدى اللهم صل على محمد. طيب يا اخي هذا شخص مثلك، يعني عنده روح وعنده جسد وعنده يعني انسان حالك، انت شنو تقول اللهم صل على محمد، بارك الله فيك، او كذا او كذا. يعني انا بالنسبه لي اشوف هذول الاشخاص صعب جدا انه تجيبه تقنع انه تقول له الله ما موجود، او الدين خرافه، وهو اصلا يعبد شخص. صعب جدا جان، صعب جدا. صحيح، للأسف الشديد أخي غيث، يعني صعب، والمشكلة غسيل دماغ من الصغر من الطفولة، شيء يعتبرونه هوية. يعني صعب جدا، خصوصا أحمد شو رأيك أنت؟ تفضل. طبعا كان عندي مشكلة وسط، ما سمعت أي شيء من ما قاله غيث. هو الأخ غيث كان عم بحكي على نفس الإطار اللي أنت حكيت فيه، على عبادة الأشخاص مثل السيستاني، كان عم بيقول انه حتى فيديو ما عنده، يعني ما الناس ما بتعرفه، ما بتعرف شكله، ما بتعرف شو بيحكي، يعني فبيعبدوه بطاعة عمياء مثل ما بقول. طبعا شخص يعني هو كان قبل محمد باقر الصدر، انا ما اعرف سبب فيديو انه محمد باقر الصدر قال انه هذا السيستاني علم فارغ. بعد سقوط صدام بعد سنة 2003 ضربت فجأة انه هو المرجع الفائق في العراق، فصار المرجع الاعلى، واللي متابعيه هم بالملايين، بس على فتاوي. حتى انا قاضي رسالته العملية اصلا هو ما كاتب رسالة، سرقها من اللي قبله اعتقد مؤلف كتاب تفسير القرآن اللي هو شائع الكتب عندنا بالعراق. طيب شكرا لك اخي احمد، شكرا كثير لك. وانا في عندي بس سؤال اخير لك قبل ما، في تعليقات جتني، تعليق من الاخ جون الفلسطيني هون، ارجوكم لا تقرأوا كتب الدين ففيها من العذاب النفسي للشخص، وسوف تعقد الناس الى ابد الابدين. صحيح. هون احنا في غزه عبدوا الشيخ احمد ياسين وعملوه الله، طبعا بكل تأكيد، يعني أنا متأكد إنه. طيب أخي غيث، كلمة أخيرة بتحب توجهها لأصدقائنا الملحدين والمسلمين وكل المتابعين، تفضل. طبعا أول شيء يعني سعيد بوجودي معك بالبرنامج، وطبعا اللي جتني الشجاعة إنه أحكي وأطلع على الهواء وقدام الناس، إنه أحكي إنه
انه انا متحرر من الدين الاسلامي او الدين الارهابي. انا سعيد كلش انه انا موجود واقع مع حضرتك، ووجه رسالة للاخوان الملحدين واقول لهم استمروا فنحن معكم، او نحن نستفيد منكم. ورسالتي للمسلمين خاصة انه اتمنى يتحررون من الفكر الاسلامي اللي موجود براسهم، والفكر وال يعني الشغلات الإسلامية اللي موجودة براسهم. وخصوصا يعني قلت لحضرتك إنه أكو في بعض الدول إنه ده تصير عبادة الأشخاص، طبعا ده تصير عبادة الأشخاص. ويعني أنت تخيل إنه شخص يعبد شخص، إيش تتخيل يعني؟ ممكن إنه يصدق إنه الدين خرافة، أو إنه لازم يؤمن بالعلم أو كذا، أو تجي تشرح له إنه الأرض عمرها كذا، أو إنه فتشي يثبت إنه العمر، ما يستوعب يعني. خاصة عندنا يعني أشخاص غير متعلمين طبعا. فصعب يعني جدا توجه له. أتمنى من شبابنا الموجود إنه يتحرر من فكرة الإسلام، وفكرة فكرة العبودية، فكرة العبودية الموجودة اللي راسخة بداخله، اللي راسخة بدماغه. كل تأكيد أخي غيث، وأنا أضم صوتي لصوتك يعني، وأقول يا شباب اقرأوا، واقرأوا شيء يختلف يعني، اقرأوا العلم، بكفي هالكتب الصفراء المعفنة هاي نقراها لسه، قرآن وتوراة وإنجيل وبطيخ مبسمر وكل هالخرافات الخزعبلات. يا اخي انت كشخص كيف تؤمن انه انت موجود؟ عفوا ولا اقاطعك يا اخي، انت كشخص كيف تؤمن انه موجود، انه المهدي، او سواء كنت مسيح، انه المسيح موجود او المهدي موجود وعايش وراح يطلع بفترة زمنية معينة، او عمره كذا، او وين عايش يعني؟ يا اخي انت كشخص عاقل طبعا. اكو دكاترة واساتذة عفوا أساتذة جامعيين ودكاترة وتعبانين على نفسهم وكذا، وخلص إنه يقول لك إنه المهدي موجود أو المسيح موجود وراح يصعد وراح يطلع في يوم من الأيام يعني كذا. يعني قلت لك أكو فد أشخاص متعلمين وتعبانين على نفسهم، يعني خلص إنه معتقد إنه موجود فلان، أو موجود الشخص راح يظهر بعد ما تنتهي الأرض، أو ما تنتهي الحياة في الأرض. يعني يا اخي يا غيث، الدكتور اللي بيؤمن بهيك شغلات يعني هو الاسم الطبيعي اسمه حمار يعني، مستحيل في دكتور يكون دارس طب ويفكر انه في حمار بطير، لو ما كان حمار ما بفكر الحمار بيطير يعني، للاسف الشديد. طبعا هاي بالنسبة للدكتور اللي دارس طب، يعني شغلته كل الصعبة يعني، دا ما نفكر بهذا الموضوع. يعني اكو يعني اقل من الطب يعني. طبعا اكو فد اقسام، طبعا اكو جيولوجيا، او اكو مثلا علم الكيمياء، او علم الفيزياء، او الرياضيات. يعني هذا كلها شغلات تكفي انه يفسر ظواهر طبيعية، او يفسر لك فد شغلات انه تكتشفها، يعني تكتشفها انه تستغرب، يعني نقول شلون هذا موجود هيك بالقرآن، وهنا بالعلم موجود كذا. طبعا المصادر العربية، يعني أغلبية المصادر العربية كلها محرفة، سواء كانت علمية أم دينية، طبعا أغلبيتها متحرفة. فأتمنى من الحضرات المشاهدين إنه يشوفوها بمصدر موثوق، إنه مصدر أجنبي، يعني مو شرط يكون عربي، يعني مصدر يكون أجنبي، يعني انه يشوفون المصادر كلها الموجودة ويتأكدون من عدل. لان تعرف المصادر العربية كلها متفقة مع الإسلام وكلها وفيها نفاق حقوق. يعني، هو الاسلام ما بيعلم غير النفاق للاسف الشديد، والمصادر الهي اللي بيكتبها فلان وعلتان والحكي الفاضي هذا اللي مليان بالنت والخزعبلات هي يعني، مثل ما بقولوا ما حدا بيقبه لها يعني، يأبه لها سوري. المصادر اللي بدك طبعا تاخذ طبعا العلم طبعا طبعا تاخذه من جامعة كامبريدج، تاخذه من جامعة اوكسفورد، تاخذه من الجمعية العلمية الملكية البريطانية، من هون بتاخذ الأشياء العلمية الحقيقية يعني، ما بتروح والله على لا يا تفضل. أخي، شلون المسلم؟ لا يا أخي، لا، المسلم راح يروح للجنة. وعندنا توماس أديسون اللي مخترع الضوء، ما أعرف المخترع الراديو، راح يروح للنار، أو سيغموند فرويد اليهودي، أو غيره من العلماء. طبعا دول كلهم راح يروحون للنار، وحضرتك أنت راح تروح للجنة طبعا.
حضرة المسلم اللي يفكر انه اكو فد هيجي خرافة موجودة. طبعا هذول قدموا للبشرية وقدموا للحضارات وقدموا لكل شيء انه حضرتك انه انت المسلم خلاص راح تروح للجنة وذول راح يروحون للنار. يعني انا ما اعرف هاي يعني وين العدالة بالموضوع الموجودة؟ يعني كيف هذا الشخص راح يروح للنار وانت راح تروح للجنة كونه شخص غير مسلم وحضرتك مسلم؟ طبعا للأسف كيف أنا يعني شلون تفسر لي هاي الظاهرة اللي دا تصير؟ للأسف الشديد يعني هو الفكر الإسلامي فكر ضحل مثل أصحابه، يعني مثل فكر صحراوي جاي من الصحراء، الصحراء معفنة، ففكر معفن يعني شو بدك تاخذ منه. طيب أصدقائي أنا بتشكركم كثير على المتابعة، وبكرة في عنا حلقة راح اكون لحالي فيها واتجاوب معكم، وراح افتح السكايب من البداية، وانا بتمنى مشاركاتكم وبتمنى تعليقاتكم، وراح نحكي بكل شيء بتحبوه انتو وبترغبوا فيه طبعا. وانا بتشكرك اخي غيث كمان على هالوقت الثمين اللي اعطيتنا اياه، وانا بتشكركم اصدقائي على شكرا لك، شكرا لك يا حجام من دواعي سروري طبعا اني اكون بالبرنامج. شكرا، شكرا لك اخي، الى شكرا لك، اللقاء اصدقائي، تواصل فيما بيننا. شكرا لك، شكرا، الى اللقاء، الى اللقاء في حلقة قادمة، انتظرونا غدا بكرة، استنونا راح نكون مع بعض، والحلقة كلها لكم ولمداخلاتكم، شكرا لكم. شكرا.